يا صباح الخير على كل مشاهدي شبكه ان تي ان ناين لايف. نهارك سعيد، يوم سعيد ان شاء الله على كل اللي بيتابعونا النهارده. واسبوع خاض فيه المصريين المرحله الثانيه من الانتخابات البرلمانيه، غالبا النهارده وبكره هنسمع نتائج الفرز، ويا رب تكون نتائج مرضيه للجميع وربنا يستر. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. صباح الخير. صباح الانتخابات على كل الناس. اكيد امبارح بجد عشان انا كنت من مرحله تانية، فكان شعور مختلف جدا وانا بنتخب وطالعه كده، فانا حطيت صوتي ونفسي ان شاء الله نقبل النتيجه ايا كانت. وبرده المؤشرات برده بتشير الى الحريه والعداله ستيل. امبارح يعني كنت بتفرج على التلفزيون وعلى شويه المؤشرات اللي بداوا يعني كان في ببعض فرز عشوائي كده. عشوائي كده. ربنا يسهله وان شاء الله ربنا يعني يجيب لنا اي حاجه تفيد مصر وتفيد الشعب المصري. صباح الخير يا لو. صباح الخير يا ساره. صباح الخير مشاهدينا. طبعا انا احب في البدايه ان انا اشيد المره دي بالتنظيم اللي كان في اللجان. بصراحه كان انا يعني انتخبت في 10 دقائق وكمان بس هي كان في بس شويه مشاكل في الفرز سمعنا، والاوضه كان في مشاكل بين الجيش والاوضه، بس ان شاء الله تعدي وتكون نتائج الانتخابات ان شاء الله تكون نزيهه وترضي فعلا جميع الاطراف ايا كانت النتائج، سواء الاخوان فوز الاخوان او اي من الاحزاب. هنبتدي معاكم الفقرات بفقره الصحافه هتبقى مع ساره، وكمان معانا النهارده في فقره ناس واحداث دكتوره سانتانا محمد اصغر مديره مدرسه، هيكون معانا ايه كمان؟ اتفضلي معايا. في كمان معانا فقره مع فضيله الشيخ عبد العزيز النجار مدير اداره الفتوى بمجمع البحوث الاسلاميه وعضو لجنه الفتوى بالازهر، وهيكلمنا على يعني في الفتره الاخيره من بعد ثوره 25 يناير لحد النهارده ابتدينا نسمع فتاوي دينيه كثيره جدا من اطراف، يمكن يعني مش هقول ان هي مش معنيه بالفتاوي الدينيه، بس هي ليس لها اي صله بالفتاوي، سواء احزاب سياسيه تتبع تيارات اسلاميه، سواء اشخاص بنسمعهم على وسائل الاعلام المختلفه، الا انها بتقول علينا فتاوي كتير جدا اسلاميه واحنا المفروض ان احنا نصدقها من غير ما يكون ليها مرجع، سواء في مجمع البحوث او للازهر الشريف. هنعرف النهارده اصل الفتاوي دي ايه، وهل هي فعلا صحيحه والمفروض ان احنا نقبلها زي ما هي ولا نبحث وراهم، من فضيله الشيخ هيكون معانا في اخر فقره. على فكره ده ما كانش موجود قبل كده من فتره طويله، وخصوصا من بعد ظهور القنوات الخاصه الكتير جدا اللي بدات تظهر من خلالها شيوخ او بيصدروا فتاوي عشوائيه. بعدين انا بقيت حاسه ان الشعب المصري يعني على طول بجد يعني في ايده الكاس مثلا، واحنا نيجي بقى حد خلاص يعني يتوبنا. احنا الشعب المصري احنا مسلمين او مسيحيين، احنا شعب ملتزم. حسنا هي بقت اقرب للدعوه اكتر من ان هي فتوى دينيه. يعني الفتاوي خلاص معروف ان في دار الافتاء، دلوقتي اصبحت دعوه زي ما تكون فعلا ديانه جديده وبندعو الناس ليها. ايوه مظبوط. خليني اقول لكم كمان انه الدوري رجع، يعني كل الناس اللي بتحب الكوره وكل الناس المهتميه جدا بالكوره، وده اكيد ناس كتيره جدا، الدوري رجع مره تانية وهيحصل تاني منافسه بين كل الانديه. النهارده هيكون معانا الناقد الرياضي ايهاب الخطيب، فقره رياضيه كده هنتكلم فيها عن مستويات الانديه المصريه اللي بتشارك في الدوري العام. بكده نكون قلنا لكم كل فقراتنا النهارده، ونروح لفاصل عشان نبدا في اول فقراتنا فقره الصحافه ونرجع لكم مره تانية.